ومستمرين برضو مع حضراتكم في الأخبار. من الفجر برضو معانا خبر برضو إصابة الناشئ حسين لطفي بقطع في الرباط الصليبي. حسين لطفي من ده من الموقع الرسمي للنادي الأهلي، مواليد 2000. حسين لطفي من اللعيبة المميزة، لكن للأسف يعني قابله سوء حظ شوية، إنه عنده قطع في الرباط الصليبي وبرضه في الغضروف، وهو من اللعيبة المميزة. نتمنى له إن شاء الله إنه يرجع بسرعة ويعمل العملية، احتمال يعمل العملية الأسبوع اللي جاي أو اللي بعديه، وإن شاء الله يعني يعود بقوة مرة تانية. ورسالتي لحسين لطفي، كان عندنا ناصر ماهر في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ناصر ماهر برضه حصل له قطع في الرباط الصليبي، وبعد ما نزل الملعب برضه يعني جاله قطع تاني في الرباط الصليبي، لكن كان عنده التحدي وعنده الظروف انها يعني تساعده انه يرجع اقوى من الاول، وراح سموحه تالق وبتروجيت وعوده ناصر ماهر تاني للنادي الاهلي، وما شاء الله ماشي بخطى ثابته وتالق. فدي رسالتي لحسين لطفي، انك انت لازم يبقى عندك اصرار وعندك عزيمه ان شاء الله انك تخف وترجع وتكون ان شاء الله اقوى من الاول. حسين لطفي من اللعيبه المميزه عندنا.